مساء الخير. الليلة أخبار جديدة لطلاب الأكاديمية وجولة على آخر نشاطاتهم بحلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي، والبداية مع زيارة هادي شرارة للطلاب. بونسوار، كيفكم؟ شو أخباركم؟ تمام؟ شو أخباركم؟ صحتين صحتين. شي غيرك جوايا ومعايا احساس حبيبي هيعيش للنهاية من الليلة دي. أنا بس بقلي هادي بيرفورمس اسمها عيط مش مغنى يعني. بس لأنه كانت عالية علي. أنا عارف أنا عالية بس ما لك. أكيد عالية عليك، عالية على الكل. عالية علينا كمان. أنا بدي أقوله أنه في فرق بين واحد يغني طبقة عالية بدون ما يعيط، يعرف كيف يعلي ياخذ نوتات العالية بدون ما يصير فيه هالنوع من العيط. يعني توصل لمحل بغنية بتنزعجي منها لأنه فيها عيط. المغنى العالي فيك تغنيه بدون عيط، هذه هي تكنيك بيعلموك إياها. هي موجودة يعني المفروض تعرفيها أكيد. ست بمحل شوي أدفانس بالأكاديمية لازم تكوني تعرفي كيف ما تعيطي تغني. ما بيبقى لك هالنوع من الاغاني شوي هيك اوبيرالي يعني ما لقيتك يعني ظلمتك الغنية. غنيتي يعني انت عندك نورم معين صار عندك ستاندرد المغنى ما فيك تطلعي عنه خلص. بالنسبه لي يعني انت من الاشخاص اللي عندك يور جيفتد، عندك موهبه، انت موهوبه. ابغي بيننا حاجز اذا سببت لك حراج وببعد عن صوتك. مش كل أغاني بتلبق لهم، دغري بتحس في شجن كتير بالمغنى، في زعل بالمغنى، مش لابق لشكلك ومش لابق لموسيقتنا اليوم. إنه عندك خامي دغري مسمع، إذا مغمض عيوني بعرف إنه هذا أنت بدون ما أطلع فيك. مش هيك بحب لك، بحب أتسمع عليك بس ما أشوفك. ليه؟ شكلك بضيعني، شكلك مش لابق مع صوتك، نوع صوتك كتير كبير لشكلك. نابك خيلينا بواب المجد فتحت لينا حنا العرب تاريخينا عصهوات الخيل انكتب. انت رايك شو هلا شو حس يعني سمعتها شو حسيت انت كمشاهد مش كمروان يعني شو راضي شيء منيح هذا اللي سمعناه هلا؟ انا راضي. راضي اكيد بدك تقول لي هيك. شو بدك تقول لي؟ مش راضي. شو بقول لك؟ مش راضي لا تعيس و... مش تعيس او شيء. رسمي هالضحكه على وجهك كل وقت بين سوريا ما خصك باللي عم بيصير باللي حواليك يا خيي. هاي غنيه بدها كمان اتيتود، بدها ضرب التمثيل. طيب مروان انت دخولك كان في نشاز وتفوت بالغنيه شوي تزبط معك المغنى يرجع يجي النشاز يذكرنا انه احنا انا موجود هون. ما بتسوى البرفورمانس ضدك بهالمرحله ضدك. طب ليك تشغل قلبي وتشغل عقلي وبالي معاك؟ طب ليك كده تبعدنا عني تخلف وعدي يا روحي معاك؟ عباس غنيت افريج افريج مغنى يعني بتغني انت احلى من هيك. غنيته حلو هو بس الرفران يعني المزب. طب ليه كده عملت تصاصيه حلوه وغنيت كثير حلو. الكوبليه تبين في ضعف جدا كانك مش حافظ الكوبليه مع انه الكوبليه كثير قريب اللحن على الرفران. بس طريقه المغنى تبع الكوبليه تبعك كان ضعيف، ريتمك برات الريت العرب كانوا فيهم قصص مش ولا بد. في في فيهم برات المغنى في برات شوية نشاز بالكوبليه، إنما بالرفران كان العكس كليا. بكرة حنرجع ويجمعنا تاني المكان، بكرة حنرجع ويجمعنا تاني المكان. كيسك حنان تشيرز حلو كتير أحلى من قبل، أصبط من أول بيرفورمانس. الدخول بس بالدخول وبالفينال، الباقي كله كان بالنسبه لي كمان رجعنا لمرحله العيط. يعني دخولي كان كثير حلو كثير يعني لحنان كثير حلو
والاندينج وقت رجعت نزلت نامت الغنية شوي صرت عم تغني حلو كمان. عليك شغل صوتك. نوع نوع صوت. الريجيس تبعك صغير هون. بدي اقول لك هيدي من قلبي. You nailed it. يعني انه عملتي بيرفورمنس بالنسبه لي رائعه جدا بتليق بستار اكاديمي تقريبا بالفيناليت تبع باخر الابيزودز يعني باخر الحلقات. هذا مخل هذه بنسميها جريت بيرفورمنس يعني بيرفورمنس جد رائعه. عباس غنيت حلو كثير بس محل ما قلت لك بالمقاطع العاليه بالنسبة لي كان شوي عيط أكثر من أنت عم تجرب تسيب المغنى مثل ما على طول بنقول بالدويتس على طول بالديو يعني كل شيء ديو في حدا بينظلم ومثل ما بنعرف على طول المرة بتغني أوكتاف أعلى من الرجال أو البنت بتغني فيميل ميل على طول الفيميل بتغني أوكتاف أعلى فأنت عم تجرب تغني على طبقة أو طب لا بس إنه بالنسبة لك مزعجة صار صوتك بطل بالريجستر المحمول نسمعه صار صوتك صغير وصار هيك رفيع ونزال وانت عم تثبت نوتاتك مغنيه كثير حلو بس الريجيست تبعك تغير عن النوتات العاليه. انا انبسطت شفتكم بدي منكم شغله وحده بس انه انا قلت لكم عنه اليوم بليز جربوا حسنوا شيء لجمعه الجاي. صرتوا بمرحله كثير ادفانس بدها اكثر تركيز وبدها اكثر وعي. النجوميه شغله صعبه كثير وبدها تعب وبدها يعني فيها تعب نفسي كبير وخاصه انتو مش كلكم لبناني في لبناني واحد بيناتكم وباقي بالنسبه لكم كله هذا الانفايرمنت غريب عليكم جو جديد لكم. بتمنى لكم الحظ والتوفيق صرتوا باصعب مرحله وبتمنى انه هالاكسبيرينس تكون تعلمتوا منها شيء. ف جود لك جايز جود لك جيرلز وشوفكم جمعه الجاي ان شاء الله. ميرسي. خلينا نتوقف مشاهدينا مع اول بريك وبنرجع من بعده لاخبارنا. منتابع يوميات ستار أكاديمي مع ردة فعل الطلاب على تعليقات هادي القاسية مثل العادة. أنا حاسة إيه أصلاً؟ أو إيه فأنا أول مرة أشوفه يكلم كده من كده. أنت شايفة إيه؟ مش تعب بيقول الرؤى ده. يعني بجد لو كتير كتير زي ما قلت لك امبارح لما ما كنتش سامعة في ودني صوت فاهم بيضربني وانا بغني. لا بس هو فعلا فعلا طلع طلع حلو جدا. انا مره بسمعه طلع واو انت ركوزاتك و فاهم تحس ان احنا مفصلين العرب مش مغنيين على قد اللي حصل قبل الهوا ما اعرفش ما شاء الله الله اكبر طلع ازاي حلو جدا بجد ده يعني. لا الحمد لله طلع حلو كتير 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 الحمد لله الحمد لله. انت ايه ده بس يا عارف خلاص خلصنا بس عندي الاسبوع ده بس يعني بلاش كيف بس شوف هتغني ايه و ما حد تعال هقولك شيء حسن فاهم والله اصلا مش طبيعيه تستاهل يا ماما تستاهل روعه بيرفورمانس روعه. انا لو اقول لك ان احلى مره غنيت في حياتي مش هتصدق. انا عمري في حياتي ما سمعت نفسي بغني بالشكل ده اللي غنيته ده. بصراحه عجبتني اليوم كتير اغنيه ولا زحطه ولا غلطه. انت كمان انت واو بس مش من احسن المرات بس انه واو انا في مجد الرومي كنت متخيله ان الموضوع اكتر نفس نفس يعني ما طلعش فاهم بالشكل الكاتاستروفيكي اللي كان على المسرح او يعني مع اني كنت طالعه بالذات في تابلو ده عشان كنت واقفه على بلكونه عالي فكنت متضايقه
بس الحمد لله. Il a la recherche. J'ai pas continué et je suis très bête. Ce qui va t'arriver, ok? Vas-y, Tommy, je vais partir. Ok? Brice, c'est comme ça. أنا حنان زعلانة. يعني فكرة إن رافائيل يبعد يعني فاهم برضو يبعد فجأة كده حاجة صعبة حاجة صعبة ما بيبقى فيه يعني خيالك في شغلة في شغلة لك لا في شغلة تحضر حالة قبل بوقت إنه أنا يمكن يفل خيي شو بس صعبة يا معلم صعبة بس إنه كل ثانية يعني احنا احنا كل يعني كلنا هنا قريبين لبعض بس يعني كل واحد مثلا فاهم بيبقى معتمد على نفسه بشكل كامل سواء في حتى نفسيا معتمد على نفسك بشكل كامل لكن هي ورافائيل كان جزء واحد حاجه واحده في الايفال بيفكروا سوا ما بيعرفش بيعملوا سوا وهم زعلانين بيزعلوا سوا بيتخانقوا سوا بيفرحوا سوا صعب انك تاخده منها فجاه كده في الضغط اللي احنا فيه ده كل واحد يعني محتاج حد جنبه فاهم يعني هلا لو رفيق قولي انه ايه كنت ارتاحت كان بكون مرتاح حنان زعلانه كثير ونفسيتها تعبانه يمكن لانها اشتاقت لرافائيل ويمكن من بعد تعليق هادي على ادائها بالبرايم اوكي مبسوط هيدي اخذت اللقب انا مبسوط بسط على طب ما تبلش بسط كيف شو هالحكي هيدا عن جد انه انسان بيجي اوقات كلمه بتجي مش بحكي بحكي بالنهار بحكي شو حكيتي بلاش احكي شو حكيتي من النهار كنترول اذا بتريد الكاميرا علي اذا تفوكس بليز اذا بتريدوا حنان اليوم نحن رايحين شو بتقلي؟ سليمة الوان عن جد هذا عم بمزح لا 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 بعرف روحت ايدي خرب بيتك عن جد ما حتطلع كل شيء وما عاد بدك شيء ما حتطلع من التيارات شو ما عاد بدك شيء حنان شو بكت؟ رايحة تنتحري؟ يا حنان بعدين حنان قاضي نتكلم مع بعض لانه رح احكي حكي ما بحب مش حابة خلص تحت هالقلبية خلص روقي 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 ما في طلعة من التياتر مني قلبك خلص تبع روقي بليز بليز مروان بليز طب خلص خلص روقي طب روقي طب روقي ما نحن ما فيكش تقعدي وحدك حنان شو بك دخلك ممنوع تقعدي وحدك حياتك مروان بليز لك وحياة أمي مطلب انسحب هلا بتروحي على الفاينل وبتنبسطي حياتك مرتاحة بيجي رافائيل لعندك الجمعة الجاية لا لا بتضحك وبتنبسط أنا بروح أنا بروح حنان هي أمي جويت لي إياها للجاكيت حنان جاي لعندك ماما طب شنط الخوتة المجنونة أنا بساعدك فيهم يلا شو أنا بساعدك بالشنط جايك هدايا حياتي من ما بدي هدايا أنا بدي أروح على بلدي بلدك مين؟ بلدك على بلدي بيتي ماما بروح على جلتون حنونة أو على كسلين إلا ما بلش نلعب بالمي هلا تنبسطي مزبوط تنضري تكمل اسكت هلا بتشوفي ما بدي شي عن جد عم بحكي وينو عباس يلا بنتين دوت شبان تعي يا نسيم وينو عباس سافر على بلده هلا استوى هو كمان راح كلهم راحوا كنترول حنان مودة صفر بدنا هدايا يينك من إيجا ترمي حالك حنان ترمي حالك حنان تعال أقعد أشوف الصورة تعال إليك شي حنان تخيلني رفايل رجع لك تخمين صخنة 20-30 كيلو عم اشتغل بنشرة أخبار حياتي مراسل رفايل شو؟ زوني والعانة كسليك والعانة بيات والعالم تعال فيان تعال يلا وين يلا باي مروان باي فيان اجا سوري ما فيه ما فيه خلاص تنقعد على البار
شو بدك شو بدك تقولي لجمهورك؟ شو بدنا نقول انا وانت؟ شو بدك تقول؟ جاي قريبا حنان، بدها قد ايه بالطياره من هون للمغرب؟ انا بحبك. بضل بكره بنحبك بنحبك. يا 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 اخ يا بيان، مين بده يعمل شاي؟ حنان انا مين بده يعمل لي شاي هلا؟ اعمل لي شاي نطي حنان سون. حنان انا نطي يلا حنان اخذ الكوبايه. حنان لك اثنين شاي. حنان حاجه دفشه دعوتك حنان دعوتك. ليك بل بدي كف بهر اسناني. يلا حنان شو تعلمتي مني؟ هذا لمين حنان؟ بطلبك السبت. انت سبت بايكف سبت بحكي. تاني بريك بحلقة الليلة ومنتابع نحن وياكم، خليكن معنا. عودة لمتابعة أخبار الطلاب مع آخر إيفال بيقدموا لهالموسم، فكيف رح يكون أدائهم؟ ضربوا حواليها حراسي مشددي وسيوع طفلي بعدها يا عيني مثل الندي. يا باي الأول كمشها بشعرها وكالزنياب مثل ديب وشاف عقباله جديد. مروان لازم يرجع يركز على التكنيك لأنه اليوم المغنى تبعوله ثابت والمغنى تبعوله منيح، ولكن لازم يستعمل نيوانس أكثر ويركز على النفس والتكنيك بعد أكثر. لا شك أنه مروان الأصوات اللبنانية الحلوة واليوم بيّن هوية لبنانية بصوته. وقت اخذ نوت، وقت حدا اعطي نوت من برا قلت انا بده يكون اكيد في شيء مطرح بده يعلى اكثر مروان. ما عرفت ليه ما فرجينا هيدا الروجيستر الكبير اللي عنده اياه واللي هو بيتميز فيه يعني بين الطلاب. بالله عليك يا الهارب ما ترضى حتى تجاوب، قلبي في حبك دايم فيها عجيب فيها غريب. بالله عليك مكوية بنار وعطشانة، مكوية بنار مكوية بالنار وعطشانة، مكوية بنار وعطشانة. حنان فارقة كتير، صارت بالنوتات العالية ما بقى تشد، صارت عم بتطالن بكل رياحة. هاي شغلة ساعدتها تتقدم أكتر وأكتر، بس وصلنا على وقت في ناس أقوى. حبيت الغنية، الميلودي تبعها حلوة ما بعرفها، وحلو أنه عرفتنا عليها وعرفتنا عليها بشكل حلو. واضح أنه عاملة مجهود كتير كبير حنان. المشكلة كلها أنه اليوم نحن مشان هيك اخترنا هالإيفال يلي هو أطربونا أبهرونا، لأنه اليوم خلص في خمس أصوات حلوة بدنا ننقل أحلى، بدنا ننطر غيرها وبدنا نشوف الباقيين شو رح يعطوا. ما بقى عنا نحن اليوم بهالإيفال ما بقى في مجال إنه هيدا بالمرة مش منيح وهيدا منيح، أبدا كلهم مرور حلو. نحن عم نشوف اليوم مين واحد من هالخمسة رح يكون شوي أقل مستوى لحتى يكفوا الأربعة من دونه. ما قدرش على حبيبي، ما قدرش على بعضه حبيبي، أنا ليا مين، أنا ليا مين، مين مين إلا حبيبي. يعني هايدي بصوتها الكبير بالخامة المميزة بحضورها المميز اليوم غنت لنا وغنت حلو، غنت يعني غنت بارت كبير من الغنية، بس في كتير محلات حسيتها أنا عم بتشد على صوتها. يعني أنا اليوم بآخر إيفال نصيحتي لهايدي هي إنه اليوم صوت هالقد كبير وهالقد حلو وبلش يصير كتير مهذب الصوت هلأ بعد كل هالوقت بالأكاديمي، صار لازم تعرف تنتبه إنه لازم كتير تحافظ عليه مثل كنز كتير تمين. من أول برايم هايدي
تطربنا كل ما بتطلع بتغني بالبرايمات، مرقت بفترة شوي هيك ضعفت ورجعت شدت حالها. وبس بدي أقول شغلة صغيرة، هايدي كتير بالصفوف تحسنت بإداءة التمثيلي. جبار جبار في رقته جبار جبار في أسوته جبار. بالصفوف بيسمع كتير منيح وبيطبق كتير منيح. هلأ مثل اليوم مثلا كان حلو وشجاع انه اختار هالغنية، بس في شغلة لما في التلاميذ دايما بقول لهم اياها، لما بتكونوا واصلين على نوتة عالية بلشوا افتحوا تمكن من تحت تترتاح النوتة العالية. مثلا مثل قال بس قال جبار، اول جبار كانت مسكر تمه، لو فاتح تمه منيح كانت التانية لمعت غير شكل. الاحاسيس كتير واصلة بطريقة حلوة. محمد بيريح المستمع، بيريحه يعني بحطه بجو ممتع يعني، كمان أطربني يعني كمان. وبعدين بحب حي هالجرأة إنه يختاروا أغنية بآخر إيفال تفرجي هالقد قدراتهم الصوتية، بغض النظر إذا مطارح لمع الصوت أكتر أو زحت أو جي، ولكن هيدي الجرأة إنه بالآخر بدهم يفرجوا كل شيء عندهم. وهالخيار كان كتير موفق عند محمد عباس. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، وعيناي مجا فيها النوم، النوم يمصهرني. قد ما صوته حلو بهالعمر الصغير عم نطلب منه كل شيء وبعده كتير صغير. يعني نسيم إذا اشتغل ورح يشتغل، لأنه هيدا الصوت ما بينطمر، مش ممكن بيغرد، فعلا بيغرد وبيغني بطريقة حلوة. ولكن المشكلة اللي أنا بشوفها عن نسيم هي أنه يكون عنده قدرة أكتر بعد على الاستفادة من الملاحظات، يعني يكون يقدر يتطور أكتر ويتخلص من يعني عنده قصص رائعة بصوته. أنا عادة من الناس اللي مش كتير بيحبوا يغيروا بطبيعة الصوت، لأنه حلو الصوت مثل ما هو بطبيعته، ولكن في قصص بدها تزبيط. يعني مثل واحد وقتها بينحت لوحة أو وقتها بيعمل شغلة بيصير يزبط فيها الأطراف، بيصير يزبط فيها تتبين فعلا أحلى ويظهر فيها نقاط القوة ويظهر فيها جمالها أكتر. نتوقف نحن وياكم مشاهدينا مع البريك قبل ما نرجع لآخر نومينيشن لهالموسم، خليكن معنا. القسم الأخير من يوميات ستار أكاديمي، ومرة أخيرة مننتقل لدرة لنشوف مين رح يكون نوميني ومين رح يتأهل تلقائيا للحلقة الأخيرة. أنا الملكة، ما حدا غير الملكة، ما حدا غير درة. قررت تفرجيكم الوجه التاني، قلبها ماسح وبيسيع الكل، بسيطة مملكة دردر ما بتهز العواصف، هون أنا النظام. منيحة هيدي، أكيد خسران، أنا العدالة، هون أنا اللي بأمر. بس اتمنوا اطلبوا واتمنوا أي خدمة يا باشا. انضباط انضباط. أي خدمة يا باشا، كتار اللي تعدوا حدودهم هالموسم. أنا الليلة رح أتعدى حدودي كمان. إزايكم يا حبيبي؟ حلوة اليوم. الحمد لله. الهانم درة وصلت مباشرة على الأكاديمية. الحلوة. جاية الليلة ومعايا هدايا واخبار للطلاب. أوه. شفتوا ما الهديه ناطرينا؟ ما هي
وحشتوني 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 الله عليك. وحشت عيوني يا عيوني انتو. كيفكن؟ تمام. وانت كيفك؟ خايفين؟ لا جوعانين؟ ايه. والله بحق لكم مش قليله قبل محطه وحده. ياي واحد منكم رح يغادر البرنامج. شو يا حنان؟ شو يا حلوه؟ يا انا يا هي بالاكاديميه. يا هي في الاكاديميه. لا انت ولا هي. ولا كل البقية. ما فيش غير الهانم درة سيدة الأكاديمية. أيوه. محمد أهلين وسهلين. معقول الليلة تنتقل للنهائيات؟ إن شاء الله. أم راح تزور تندرة؟ لا خلينا نهائيات أفضل. مروان يا نعم. بعد ولا مرة جربت النمش؟ الحمد لله. شو رأيك تجربها الليلة؟ أحسابك؟ مش رح نختلف. طيب. نسيم. تفضل يا للا. تفضل يا للا. اشتقت لك. حبيبتي وأنا أكثر. أنت ما اشتقت لي؟ اشتقت لك أكيد بس ما بدي أشوفك، خليها بالفاينل أحسن. هيدي مروان. أم حنان ونسيم. أم محمد عباس لوحده. أم محمد ومروان. أو هيدي ونسيم. الله عليك، ليش أنا سميتيني مرتين مثلا؟ أو حنان ومحمد. صعب صعب أنا عارف. آه مين آخر ثنائي رح يكون له الشرف إنه يصير درة؟ يا ربي مش أنا. حنان كيفك؟ تمام. وأنت كيفك؟ أنت كيفك عفراء رفيال؟ له فقدة ما هي؟ بلاش مش عايزينها تبكي. أكيد خليني أفكر. مروان يا نعم. هل إيفان لك شو صار لك؟ شو صار لك؟ لك شو عامل؟ ولك شو عامل؟ ماذا رفيان؟ عباس وهيدي نعمين؟ عملتولي إياها كن منصفاً يا سيدي القاضي. ما عجبتكيش بذمتك. الليلة رح تترشوا درة تعفي عنكم. ما كتير تكونوا مرتاحين. الليلة قصة كبيرة. الليلة آخر إطلالة لدرة. رح ودعكن. شو بتحبي تلعبي يا درة؟ أخبارك ما بتخلص. بدي أطلب من نسيم ومروان يتفضلوا على الطاولة. الله. قدامكم في كبايات مروان مي وورق. بدكم تفتحوا الورقة بالدور، وصاحب الورقة الأكبر بيرمي المي علي قدامه. في خمس محاولات، اللي بياكلها ثلاث كبايات من الخمسة بيكون نوميني معنا. يلا يلا يا نسيم. قد ايه طلع؟ انا ثلاثة وهو اثنين. يلا. سوري مروان. ما تلبش علينا. طيب يلا. سوري مروان يلا بسرعة. اوكي. مروان مبروك الحمام. مبروك. كمل. 10 نواي 8. سوري نسيت. جاهز؟ ريدي؟ حلو يا مبسوطين ايه عم تضحكوا؟
مش هون تحت. يلا خلينا نكفي. كفي حبيبتي كفي. انت ما يلا انت. انت انت يلا دايما انت اول شيء. سبعة. انت نسيت؟ اه. انت؟ ايه. اضرب. اوكي. اضرب اوكي. نسيم مروان بس مش احنا مكانش فيكم تصحنوها مروان بس مبسوطة ادور شكلك 2-1 هي كام؟ ده ايه ده مش فاهمه اكيد انت مروان انت الاكبر مش عايزين الورق اكيد ده يجيب لحم صرنا اثنين باثنين 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 اه يلا تسعة انا يلا خدها خدها مش مهم خلاص خدها. خلاص اوكي فاين مروان مبروك الحمام ومبروك التأهل للنهائيات مبروك مروان ونسيم ما اقدرش على بعدك حبيبي بعد عندك النومينيشن قبل التأهل مبروك مروان مبروك هايدي يا هايدي اه ده 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 ازيك طمنيني عنك الوضع مش مريح ابدا ليه مش شايفه في ميه وزحمه ونومينيشن و كل حاجة بايظة انت من الاشخاص اللي بيشتغلوا قوي 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 لا ربنا يخليك يعني ما وحشكيش غالي انا في رسالة إليك انا بحب الرسايل جيبيها من وراكي بقلب التكاية الله حضرية اوكي حضرة الأنسة هايدي موسى المحترمة طيب من فوق عزيزتي هايدي ايوه هذا الأسبوع لم تكوني بالمستوى المطلوب وايضا خلال كل الاسابيع ال14 في الاكاديمي الليله التسميات الاخيره وستبكين بشده ستمتحنين للمره الاخيره وعليك ان تقدمي افضل ما لديك لتثبتين نفسك اذا انت هذا الاسبوع في ضيافه الدور شو شعورك شكلك مش مصدقه انا ونسيم طيب صعبه اذا مش مصدقه ريا سطر ايه سطر لا عزيزتي هايدي ايضا خلال كل الاسابيع ال14 في الاكاديمي بشده ستمتحنين المره الاخيره عليك ان تقدمي افضل ما لديك اذا انت هذا الاسبوع كمان نفس النتيجه فهمتي للاسف انت رح تكوني مع نسيم بدائرة الخطر هايدي يا مصدومة بعد فيك مالي للرسالة اللي ورا محمد أو تحت محمد ما بعرف صوري يا أختي أنتو يا جدع حضرتك عباس أموريني يلا أنا لارا اجمعيها برسالتك وقريها خدك عزيزتي هايدي علي صوتك عزيزتي هايدي هذا الأسبوع لم تكوني بالمستوى المطلوب لكن أفضل وأيضا خلال كل الأسابيع ال14 في الأكاديمي تقدمتي أكثر وأكثر الليلة التسميات الأخيرة وستبكين دموع فرح بشدة ستمتحنين للمرة الأخيرة عليك أن تقدمي أفضل ما لديك في البرايم الأخير لتثبتين نفسك إذا أنت هذا الأسبوع لست نوميني ولن تكوني في ضيافة الدور مبروك تأهلت للنهاية ألف مبروك هايدي ضمنتي مقعدك بالنهائيات زغلطي يا درة
بعد في حنان وعباس. بدي اطلب مني ومن عباس تتفضلوا في جاطين باسمكم تحت المراية، حطوهن على الطاولة لتحديد المصير. قدام كل واحد منكم جاط من الطحين، بدكم تنفوا على الطحين لتوجدوا الرسالة داخل أنيني. ايديكم دايما ورا ورا ظهركم. كنت نفخو. طب طب ازاي يعني؟ يلا ازاي كده في وش بعض يعني؟ انفخي يا حنان انفخي. اوه ايه اقوى اقوى. يلا يا شاطرين يلا. صار ابيض على يا لهوي بس بعد ما لقيتوا الأنينه اقوى اقوى بتبين اقوى. يلا يلا افتحيها. قلت لك انا قلت ميه، انا ما كنتش عارف ان هي بتاع. شيليها بايدك يلا. يلا نعمل ايه؟ افتحيها. نفتح. راها مبروك تاهلك للنهائيات محمد عباس. مبروك. انا وحنان نومينيه. نومينيه الاسبوع الاخير حنان. هيك صرنا نعرف مين تاهل. هايدي، مروان، محمد عباس. مبروك والنوميني لاخر اسبوع هن حنان. النوميني الاول نسيم. نسيم. النوميني الثاني حنان. يلا يا حلوين. دره هانم لازم تروح تحضر حالها. رح نشتاقلك لسنة الجاسة الدرة. علشان النهائيات. يا ويلي شو ناطرني. يا ويلي. باي. باي. باي يا حلوين. باي. السلام عليكم. مين ده؟ حظ موفق للطلاب، وخلينا نشوف لمين صوتوا الأساتذة. من بعد تقييم مرور الطلاب بالبرايم وبالإيفال وبالتسميات الأخيرة لهالموسم، النوميني لإلي هن حنان ونسيم. النوميني بالنسبة لإلي هالأسبوع هن حنان نسيم. النوميني بالنسبة لإلي هيدا الأسبوع حنان ونسيم. النوميني بالنسبة لإلي هالأسبوع هن حنان ونسيم. النوميني بالنسبة لإلي هالأسبوع بعد الإيفال والبرايم هن حنان ونسيم. حلتنا لليلة انتهت. مشاهدينا ما تنسوا انه صار فيكم تبلشوا تصوتوا للنومينيز الاثنين من هلا. انا بلاقيكم بكره بحلقه جديده. باي باي. وحياتي عندك لو كان ليا دخيل عندك خاطر ما تراجع وبعد الله دخيل وان كان بعدك شيء متقدر خدني معاك من غير ما تفكر خدني معاك. ده انا مش ممكن ابدا اقدر على الاشواق يوم هنا يوم لما تسافر. وحياتي عندك وحياتي عندك برررر. انت عارفني يا حبيبي بحضر